حياكم الله، متى وأين وكيف؟ أسئلة تدور في الفلك الإقليمي والدولي، استحالة التأهب والترقب، خوف وقلق في قلب الكيان، وتحذيرات من الأمريكان، وانسحاب وتباين في الموقف لدى الحلفاء. في الأمس دك الصواريخ حزب الله الصهاينة، واليوم سنعد الذخيرة، وغدا لن تسلموا مستوطنة أو حظيرة. رد سيثأر للدماء التي سالت في القنصلية بدمشق والأرواح التي انتهكت في غزة. أما من راهن على أن السفينة ستكون الغنيمة وستضمن الصمت للجمهورية فهو لم يفهم مغزى الرسالة، والحليم باتت لا تكفيه الإشارة. ملفنا الأول راح يكون مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عماد آل مسافر، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك. كما ينضم إلينا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدبلوماسي السابق الدكتور هادي أفقهي، حياك الله دكتور. أبدأ معك أستاذ عماد، ونبدأ من التوقعات والتطورات الآنية حول رد الجمهورية الإسلامية على الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا ست فرح، تحية لك ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. يعني حقيقة تترقب كل الأوساط الإعلامية والسياسية والدولية حالة الرد للجمهورية الإسلامية على الاعتداء السافر على القنصلية في دمشق. هذا الرد ربما سبقه حرب نفسية كبيرة مارستها الجمهورية الإسلامية قبل هذا الرد، وهذه الحرب النفسية لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية. الكيان الصهيوني بات يتخبط في كل تصرفاته وفي كل تحركاته. ربما هناك من يقول أن حادثة يعني احتجاز السفينة اليوم هي الرد كان على الضربة القنصلية الإيرانية، لكنه هذا الرد بعيد كل البعد عن الواقع. جيد، لا، شنو المغزى من هذه العملية؟ يعني هناك رسائل من كل الأعمال التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي وعلى المستوى حتى الإعلامي. أنا أعتقد أنه حادثة السفينة ما هي إلا فاتح شهية للرد الإيراني على هذا الاعتداء، وكذلك هناك رسائل بأن بإمكان محور المقاومة أن يعطل حركة الملاحة في كل المحيط العربي، المحيط الإقليمي والدولي، كما تعطلت الممرات البحرية في البحر الأحمر، كذلك باستطاعات الجمهورية الإسلامية. ما موجه للكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة؟ لا، هاي موجهة للحلفاء، إذا ما اشتركتم في أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سوف نعطل وبقوة. مؤكد هذه الرسائل تصل، وربما هناك العديد من الدول أعلنتها صراحة وقالت أننا نرفض أن تكون الأراضي لهذه الدول هي محطة لانطلاق أي عدوان على الجمهورية الإسلامية. هذا إن دل على شيء إنما دل على أن هذه الدول تعرف جيدا وتدرك الحسابات وتدرك حجم القوة العسكرية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية. إذا أردنا أن ندخل في حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني فإن بإمكان الصواريخ الإيرانية أن تعيد أي منطقة في أي رقعة من هذه المنطقة الإقليمية إلى فترة ما قبل الثورة الصناعية. ربما نشاهد وتصلنا التقارير عن الصواريخ، عن الحجم التسليح لدى الجمهورية الإسلامية، لكن الجمهورية الإسلامية بطبيعة سياستها لا تستخدم
هذه ردود الفعل المباشرة، وكل الردود سواء كانت العسكرية أو السياسية والدبلوماسية يعني تختارها بدقة وبعناية كبيرة. أستاذ عماد، حضرتك ذكرت الحرب المفتوحة، ليش هسه إحنا مو بحرب مفتوحة؟ ما نقدر نسميها حرب مفتوحة 100%. الحرب المفتوحة تدخل كل مسميات الدولة في هذه الحرب. ربما نحن في العراق كانت هناك فصائل مقاومة تبنت وأخذت على عاتقها ضرب القواعد الأمريكية، سواء كانت في العراق أو حتى في سوريا أو حتى لأول مرة داخل الكيان الصهيوني. لكن هذه ليست متبنات دولة، الحرب المفتوحة تعلن هذه الدولة أنها في حرب مفتوحة مع هذا الكيان الغاصب. الكيان الصهيوني يدرك حجم قوة محور المقاومة. اليوم محور المقاومة مو عام 2006 عندما انتصر حزب الله في الحرب ضد إسرائيل، ولا عام 2014. آخر ما كانوا يتوقعونه بأن تصل أسلحة فصائل المقاومة العراقية إلى قلب الكيان الصهيوني، وهذا قد تحقق على أرض الواقع. لماذا يجعجع الصهاينة بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهم يعلمون علم اليقين أن المقاومة تختلف الآن من حيث القدرات والتجهيزات؟ يعني لا سبيل ولا مناص ولا فرصة للكيان الصهيوني وحكومة الكيان الصهيوني التي هي منتهية بكل الأحوال إلا بتوسيع رقعة هذه الحرب من أجل كسب رأي وكسب دعم دولي. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة تعلنها صراحة بالوقوف مع الكيان الصهيوني، لكنها تحاول أن تشعل المنطقة برمتها. هذا الاعتداء يحاولون جر الجمهورية الإسلامية إلى حرب هم يريدونها، على العكس من الحرب في غزة عندما اختار الأبطال في حماس التوقيت والمكان، كان هم أصحاب المبادرة وليس كان الكيان الصهيوني من اختار الحرب. أرحب الآن بالدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي. حياك الله دكتور هادي. أهلا وسهلا ست فرح. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور، الاوساط الايرانيه والاقليميه تعتبر الخوف الذي تسببت به التهديدات اشد رعبا من الحرب بذاتها، كيف تقرا الوضع حاليا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اجدد التحيه وضيفك الكريم والمشاهدين الاعزاء. حياك الله. البعض يتساءل سواء من الداخل الايراني أو من الأعداء أنه لماذا لا ترد إيران ومتى ترد وأين سترد وكيف سترد. في الحقيقة الرد بدأ، كان هناك ردا دبلوماسيا وحقوقيا على مستوى شكوى قدمتها روسيا وإيران وسوريا إلى مجلس الأمن، وأحبطت أمريكا هذه الشكوى وإصدار القرار. نعم. على المستوى الحرب النفسية الآن بدأوا يتندرون ويسخرون من وزير الحرب جالانت، أنه وزير الحرب يمهل إيران 24 ساعة إذا لم تهاجم ولم تقصف تل أبيب هم سيقصفون تل أبيب. يعني بما أنه الناس الحقيقة ما عادت تطيق هذه الحرب، هذا الضغط النفسي والإنذارات والإخطارات والتعليمات الواحدة تلو الأخرى التي تزيدهم رعباً وتوجساً وخيفة. نعم. أنه خزنوا المواد اللازمة، الأدوية، وحضروا الملاجئ، كل هذا في الحقيقة رد، وهذا في الحقيقة اللعب بالزمن والحرب النفسية الإعلامية الدبلوماسية ما إلى ذلك. كذلك مقدمة جملة حلوة قالها ضيفك الكريم فتح شهية موضوع السفينة، وهي عبارة يعني معبرة حقيقة، جملة معبرة، ولفت أنظار كثير من الداخل الإسرائيلي أنه ربما ستكتفي إيران باحتجاز هذه السفينة وليس الحقيقة ولن تكون هذه هي حقيقة الموضوع. لا. حقيقة الموضوع ما أمر به سماحة السيد القائد باعتباره القائد العام للقوات المسلحة حسب الدستور الإيراني، ألا وهو الرد الموجع والقاسي والذي يجعلهم سيندمون وكذلك على أيدي أبناؤنا البواسي. طيب. هذا هو الرد الذي ربما سويعات كما يقال ويشاع من خلال سويعات قادمة ربما ستبدأ إرهاصات هذا الرد. طيب، بمقابل هذه التصريحات والمواقف، بايدن جدد في تصريحاته للصحفيين بالتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الكيان الصهيوني وحذر إيران من الهجوم،
ما مدى تأثير الدعم الأمريكي على الرد الإيراني دكتور؟ يعني إذا كان الدعم في الحقيقة دعما يقلل من وطأة الاشتباك بيننا وبين العدو الصهيوني، هذا ربما تتجاوزه إيران وترد بضربات تكتيكية تحذيرية لمصالح أمريكية في منطقتنا، وقواعد عسكرية برية بحرية جوية، إمكانيات موجودة هائلة. وترتدع حقيقة أمريكا من الانخراط والانزلاق في هذه المواجهة، ونحن ستفرح حقيقة لا نعلم ماذا قررت القيادة العليا في إيران. هل ستكون ضربة واحدة ولكن موجعة جدا؟ هل ستكون ضربات متوالية على أهداف مختلفة، عسكرية، اقتصادية، حيوية، منشآت بنيوية، حرب سيبرانية؟ لا نعلم. المهم حرب تركيبية كما أسلفت، وبدأت هذه الحرب على مستوى دبلوماسي دولي ونفسي، والآن هذه السفينة. نعم أستاذ عماد، الولايات المتحدة نشرت مدمرتين عسكريتين في الشرق الأوسط، ماذا يدل هذا؟ دائما ما تلوح الولايات المتحدة بترسانتها العسكرية، ربما أي خلاف سياسي أو أي قرار سياسي في دولة ولا ينسجم هذا القرار مع مصالح الولايات المتحدة، ترسل الولايات المتحدة فرقاطاتها وحاملات الطائرات إلى المياه الخليج العربي أو إلى البحر الأحمر، وهذا الأمر متعودنا عليه وهو يعني جاري بالسياقات العسكرية للولايات المتحدة. لكن ما مدى تأثير هذه القطع العسكرية التي تنشرها الولايات المتحدة؟ إذا تكلمنا يعني بحالة يعني عسكرية وأمنية دقيقة، ربما أنصار الله الذين هم أقل يعني تجهيز وعدة وعدد من الجمهورية الإسلامية استطاعوا أن يشلوا هذه الحركات، واستطاعوا أن يصيبوا يعني سفن حربية أمريكية بالبحر الأحمر، فما بالك إذا تحول هذا الأمر إلى الجمهورية الإسلامية؟ ما من الممكن، لو راجعنا تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979 إلى الآن وراجعنا كل القرارات وكل الخطوات العسكرية والسياسية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية، حقيقة لم نجد أي قرار قد يعني صاحبه ندم، لأن هذه القرارات تأتي قرارات مدروسة 100%. نعم. ولا يمكن الجزم بها يعني. طيب أستاذ عماد، لاحظت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هنالك من يقلل من قيمة الرد الإيراني، يقول هذا الرد الإيراني راح يكون شكلي بلا تأثيرات وبلا تحديات. أنت كيف تقرأ هذه الهجمات المستمرة اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، من الممكن طبعا، واحدة من الحروب التي تستخدمها الولايات المتحدة هي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بصورة كبيرة. لا. وبدأ هذا التأثير واضح. إذا تكلمنا في بداية البرنامج عن الحرب النفسية، فإن تأخر الرد الإيراني هو أصابهم بحالة من الذعر والرعب. هذا الجانب تستخدمه الدول في هكذا حروب، مواقع التواصل والتقليل من حجم هذه الردود. أبدا يا سيدتي الكريمة، دعينا نعيد بالذاكرة إلى الوراء. اليوم الجمهورية الإسلامية بهذه القيادة وبهذه أصبحت قطب، وأصبحت دولة نووية، دولة ذات إمكانيات عالية. هي ليست دولة صدام حسين الذي كان على طبول الأناشيد مثل ما فوت بيها وعزل مخليها وخلى بعدين العراق يدفع ثمن هذه الحالات اللي بها قرارات يعني تصحبها رعونة كبيرة. اليوم هذه الجمهورية الإسلامية إذا أردنا أن نتكلم على رد عسكري أو رد سياسي، فكوني مطمئنة ومتأكدة بأن هذه الردود ستكون في محلها وستكون موجعة للعدو الإسرائيلي. دكتور أفقهي، وفق تقارير صحفية فإن لندن لا تملك خططا للانضمام إلى العمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، هل تخلى الحلفاء عن الأمريكان بسبب تصاعد الأزمة من وجهة نظرك؟ لا أعتقد ذلك، ربما هي تقسيم أدوار، ولكن في نفس الوقت نشاهد أن حاملة الطائرات شارل ديغول الفرنسية تحركت صوب مياه المنطقة. إذن هذه في الحقيقة أدوار مختلفة، ربما لا تحتاج الآن لأمريكا للمساعدة والحضور البريطاني، لأنه سبق وأن الحضور البريطاني موجود داعما للأسطول البحري
أمريكي في البحر الأحمر عندما منعت في الحقيقة اليمن جيشها وأنصار الله وصول السفن الإسرائيلية أو أي سفينة تحمل بضائع للعدو الصهيوني لميناء أم الرشراش. إذن البريطاني هو موجود، ولكن إذا بدأت الحرب ولا سمح الله ارتكبت أمريكا حماقة وأرادت أن تدخل مباشرة وتنزلق بالمواجهة، هذا في الحقيقة ربما تحاول أن تبتعد عنه بريطانيا، لأنها هي منشغلة في الداخل للوضع الاقتصادي، وكذلك موضوع أوكرانيا كذلك متورطة، وربما الآن في نقاش وجدل واسع لرجوع بريطانيا إلى في الحقيقة المنظومة الاتحادية خلافا لبريكزيت التي حصلت في الماضي. فهذه انشغالاتهم، ولكن في كل الأحوال حتى يعني ديفيد كاميرون وزير الخارجية أعلن أنه نحن لا نريد توسيع رقعة الحرب. طيب. وحتى الأمريكيين يعني قالوا، بايدن قال نحن لا نريد توسيع رقعة الحرب، ولكن التناقضات وحضور القائد العام لقوات السنتكام القيادة الوسطى في تل أبيب وما زال يعني يتواجد في تل أبيب، هذا يعني أنه هناك شيء يحضر لإيران، وربما يتورطون ويغدر بهم حقيقة. نتنياهو يقوم بحماقة يعني يجبر الانزلاق الأمريكي في هذه المعركة. طيب دكتور أفقهي، بصراحة كيف تقرأ الرد الإيراني في حال الاعتداء من أحد دول المنطقة خاصة من منطقة الخليج على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ كيف ستتعامل الجمهورية مع هذه الدول إن شاركت في الاعتداء على إيران؟ يعني استبقت الأحداث إيران، ومن خلال زيارة السيد أمير عبد اللهيان إلى سلطنة عمان والاتصالات الهاتفية التي حصلت بين إيران وعلى لسان أمير عبد اللهيان وحتى على لسان وزير الدفاع الإيراني، من أننا نحن نحترم سيادة الدول الجوار ونكن لهم في الحقيقة الأولوية في ترطيب العلاقات، لكن نعرف أن هذه الدول الخليجية الستة خصوصا، طبعا تركيا هناك قاعدة أمريكية في باكستان في قرغيزستان الموجودة، أكدنا أنه نحن نحترم سيادتكم وحدة أراضيكم أمنكم مصالحكم، ولكن نعرف أن هناك قواعد أمريكية برية بحرية جوية حرب إلكترونية أمنية ما إلى ذلك، إذا حصل أي اعتداء ففي الحقيقة وفقا للقوانين الدولية وحق الدفاع عن النفس سامحونا وسيكون في الحقيقة الرد مباشر. طبعا هذه لعلمك سيد فرح وبات معروفا تقريبا أكثر دول الجوار أعلنوا أنه نحن لا نسمح للقوات الأمريكية أن تتدخل استخدام أراضينا جوا برا وحرا ضد إيران، هذا ما أعلنوه. هل يستطيعون الصمود أمام الضغط الأمريكي أم لا يستطيعون؟ فهذا يبقى خيارهم. نعم أستاذ عماد، أين موقع العراق من هذه المعادلة التي ربما ستكون جديدة في المنطقة في مقبل الساعات؟ يعني مؤكد أن العراق، موقف العراق على المستوى الحكومي طبعا رافض لأي اعتداء على أي دولة من دول الجوار، ولا يقبل العراق بأن يكون محطة للانطلاق للاعتداء على هذا الدول. هذا الموقف الرسمي الحكومي، أما على الموقف السياسي والموقف الشعبي فمؤكد نحن دائما نرفض ونؤكد بأن العراق لا يمكن أن ينجر ويكون أداة من أدوات الولايات المتحدة بالاعتداء على هذه الدول، هذا ثابت. طبيعة العلاقات التي تربط العراق ببقية دول المنطقة علاقات إلى حد ما جيدة جدا، خصوصا مع الجمهورية الإسلامية هناك علاقات متينة جدا، والكثير من العراقيين يعتبرون الجمهورية الإسلامية حليف استراتيجي مهم، خصوصا بأن الولايات المتحدة سبق وأن تنصلت عن اتفاقية مهمة عندما كانت هناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي المشترك وكانت هناك عصابات داعش تجتاح الأراضي العراقية، رفضت الولايات المتحدة يعني تطبيق هذه الاتفاقية، ولم تكن هناك اتفاقية موقعة مع الجمهورية الإسلامية، لكن الموقف الرسمي والموقف الشعبي والموقف الصادق كان للجمهورية الإسلامية بدعم العراق. زيارة السيد السوداني إلى واشنطن ستلعب دور وعامل تهدئة أم لا؟ يعني هسه ربما لم يكن على جدول أعمال السيد السوداني هذه الأمور، لكن مؤكد بأن العراق يلعب دور كبير، خصوصا بأن العراق
لعب دورا كبيرا بتقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية، وهذا الاتفاق التاريخي الذي وقع بالصين كان للعراق يعني دور فعال في هذا. العراق لديه الإمكانيات، سواء كانت الإمكانيات السياسية وحتى الإمكانيات الاقتصادية وغيرها من الإمكانيات، أن يلعب هذا الدور. لكن أنا أعتقد كما تفضل الضيف الكريم، حماقات نتنياهو تجر المنطقة إلى ما لا يريد الكثير من 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 الدول، لا تريد هذا، هو يريد توريط الولايات المتحدة. نحن لا نعلم. طيب لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة كبح جماح نتنياهو والقول له كف عن هذه الحماقات يعني فقط بهذه السهولة؟ نعم، نحن لا نعلم هل كانت الضربة إلى القنصلية الإيرانية في سوريا بعلم الولايات المتحدة أم لا. مؤكد بأنها ليست بعلم الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة مجبرة أن تدافع على هذا الكيان الذي زرعته في المنطقة. سياسة الولايات المتحدة تنسجم تماما مع الكيان الصهيوني. وكذلك علينا أن لا ننسى بأن الداخل الأمريكي يعني رافض بأن تشن أو تقوم أمريكا بأي حرب خارج الحدود يعني الإقليمية للولايات المتحدة. من يقود هذه الحرب، الولايات المتحدة أم الكيان الصهيوني؟ لا، وبصراحة لا، الكيان، لأن السياسات بدأت متضاربة بين الطرفين. يعني الإدارة الأمريكية لا ترغب بأن تكون هناك حرب، وصرح به المسؤولين الأمريكان في أكثر من مناسبة، لكن حجم الهوة بين الولايات المتحدة الآن وإدارة نتنياهو، نتنياهو لا سبيل له ولا مفر منه إلا المحاكمة. هذا مجرم حرب، ويدرك تماما أنه في الساعة التي تنتهي بها هذا الحرب سيحاكم وستنتهي حكومته. نعم دكتور أفقهي، ماذا يعني إدراج أبو عبيدة وقيادات في حركة حماس في لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية؟ إفلاس سياسي، شو معناها؟ كما أنه تم إدراج اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يوما ما في عز الأزمة الأوكرانية، وكان فصل يعني الشتاء القارس. قال إذا كانت لي حسابات في بنوككم وصادروا أموالها واشتروا فحما وعطوها للأوروبيين يدفئوا به أنفسهم. لا، يعني هذه حقيقة. أو مثلا مصادرة حسابات أو وضع سماحة السيد القائد على لائحة العقوبات، هذه إفلاس، وهذه في الحقيقة لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تعطي حتى معنويات، يعني لا للداخل الأمريكي ولا للداخل الإسرائيلي. فتفاهات حقيقة، ويعني أعمال صبيانية. ربما يوما ما يصبح أبو عبيدة رئيسا للجمهورية، يعني هذه أشياء حقيقة. يعني نحن ندرك من خلال هذه التصرفات السخيفة مستوى الفكر الحضيض حقيقة والدنيء لي هذه القيادة التي تتصرف وتتحكم بمصير بعض شعوب المنطقة، التي اعتمدت الولايات المتحدة كظهير لها وكسند لها. وتلاحظون يعني هذه الخطوات وهذه في الحقيقة الإعلانات هذا وذاك، في حين أنه يعني ربما أبو عبيدة الآن هو لا يؤمن على نفسه ومستعد للشهادة والقتال إلى آخر لحظة. فما معنى أنه يضعون اسمه على لائحة العقوبات إلا أنه هم يسخرون من أنفسهم وليس غير شيء آخر؟ طيب دكتور أفقهي، بصراحة من خلال قراءتك السياسية والعسكرية أيضا، متى تتوقع الرد الإيراني؟ لأن هذا السؤال يؤرق الكثيرين، سيكون اليوم، يوم أمس، بعد غد، بعد أسبوع؟ تبدين تورطين ست فرح. ما عندي علم أي ساعة من خلال قراءتك. وهذا أصبح هذا سؤال تقليدي، انه متى وكيف واين، هذا صحيح. حتى صار عند تلميذ المدرسه يحفظها. ولكن انا اقول، هي اسلفت بدايه حديثي، نعم، انه الحرب بدات، وبما ان الحرب هذه مركبه ولاول مره ربما تحصل هذه المواجهه منذ 45 عام، نحن نضرب اسرائيل واسرائيل تضربنا امنيا. اما الان هناك اعتداء كما اكد سماحه السيد القائد في خطبه عيد الغدير، عيد الفطر عفوا، اعتداء على اراضي ايرانيه. هذا لم يحصل منذ 45 عاما. هناك اغتيالات ترد ايران، هناك حرب سيبرانيه ترد ايران، هناك حرب دعائيه، ولكن انه يعتدون على اراضينا ونرد عليها بضربه تمثيليه او ضربه مثلا فقط اقناعيه، لا، هذا الان موضوع سياده، موضوع يعني الهيبة الإيرانية والجمهورية الإسلامية وما تمتلكه من موقع ومصداقية، إن على مستوى الإقليم أو على مستوى الدولي.
إذن هذه المتى في الحقيقة بمعنى آخر هي بدأت، ولكن بالمعنى العسكري الذي هو الذي سيؤجج المشاعر، هو الذي الحقيقة يشعل ربما المنطقة ويلفت الأنظار، وكل كاميرات العالم وكالة الأنباء ستتركز على هذا الحدث. هذا علمه في الحقيقة عند الله وعند القيادة التي تقرر ساعة الصفر، وأكيد ستكون ساعة مفاجئة. طيب أستاذ عماد، دور فصائل المقاومة هل ستشعل المنطقة في حال الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أم أن الرد الإيراني سيكون تكتيكي في عمق الكيان الصهيوني؟ يعني لا أحد يجبر أو يعلم كيف سترد الجمهورية الإسلامية، التوقيتات والزمان والمكان هذا من شأن القادة الأمنيين والقادة العسكريين، أما إذا حاولت الولايات المتحدة فإن فصائل المقاومة العراقية قد قالتها منذ بداية الحرب في غزة بأن كل المصالح الأمريكية هي هدف لنا إذا كان هناك مشاركة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد هذه الدول الإسلامية والدول العربية. ما من الممكن اليوم أنه الولايات المتحدة تدخل في حرب مفتوحة ضد أي دولة من دول المنطقة وتبقى فصائل المقاومة ويبقى محور المقاومة متفرجا، لأن هذا السيناريو سيتكرر إذا كان اليوم مع الجمهورية الإسلامية سيتكرر على لبنان وعلى العراق وعلى سوريا، وستستفرد بهذه الدول كل حسب مكانه وكل حسب حده. عماد، بصراحة هل العالم أصبح قريبا من الحرب العالمية الثالثة؟ يعني ربما الحرب العالمية الثالثة هي موجودة لكن بسياقات مختلفة بآلية مختلفة. اليوم نشاهد أمريكا وما تملكه والكيان الصهيوني وما يملكه من ترسانة عسكرية يقف أمام مجموعة من الفصائل. هسه ممكن جدا أنه تكون الجمهورية الإسلامية داعمة دعم مباشر لمحور المقاومة، لكنه نستطيع أن نقول إذا كانت هناك حرب فإن باستطاعة المحور المقاومة أن يجعل من هذه المنطقة ساحة حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا الأستاذ عماد المسافر السياسي المستقل، حياك الله على كل ما تفضلت به. الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي، حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الآراء وهذه التوضيحات. ختام ملفنا الأول راح يكون مع أبرز الآراء المنشورة في منصة إكس حول الرد الإيراني وحالة التأهب في المنطقة والعالم، لنتابع. نفتح وإياكم ملفنا الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي عن خطوات وإجراءات الحكومة المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، لنتابع. حلحلة الأزمة التي تكبد الاقتصاد العراقي خسائر مالية، هذا هو هدف حكومة الرئيس محمد الشياع السوداني، خفض ديون البلاد على رأس أولوياتها. لإنجاز ذلك تعتمد الحكومة على تنظيم الاقتراض وهيكلة الديون الخارجية العامة.
بالتأكيد يعني خطوات حكومة السوداني لخفض الدين الخارجي وحتى الدين الداخلي هي مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد العراقي. سلسلة من الإجراءات التنفيذية انتهت إلى تقليل الديون الخارجية التي تجاوزت 50% خلال العام الحالي، إضافة إلى إيقاف عددا من عمليات الاقتراض وإلغاء القروض المتلكئة بقيمة 1.5 مليار دولار واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية. أعتقد بأن حكومة السيد السوداني نجحت بهيكلة الديون الخارجية خلال السنتين الماضيتين من خلال أطفاء الديون خاصة الممولة للمشاريع التي ليس لها حاجة داخل الدولة العراقية، وبالتالي تم خفض المبلغ الكبير بالنسبة للديون الخارجية الذي كان أكثر من 17 مليار دولار، العام الماضي وصل بحدود 15 مليار، والآن أنباء تكلمت عنها الحكومة العراقية بأن مجمل الديون أكثر من 8 مليار دولار. أعتقد بأن هذه خطوة إيجابية من أجل خفض معدل الدين الخارجي ومعدل الفائدة التي تكبد الميزانية العراقية سنويا مليارات الدولارات. بخطوات ثابتة تسعى الحكومة على المضي قدما بإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال تمويل المشاريع الخدمية المنتجة ذات المردود الاقتصادي مع التطور الحاصل في قطاعي الخدمات والبنى التحتية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. حوار ملفنا الثاني راح يكون مع الخبيرة الاقتصادية الأستاذ مصطفى أكرم حنتوش، حياك الله. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية، كيف تقيم إجراءات الحكومة بهيكلة الديون الخارجية العامة وتنظيم الاقتراض الخارجي للعراق؟ نعم، بداية حضرتك ورحب مشاهدي قناتكم الأعزاء، حياك الله. احنا نصنف الديون نوعين، ديون خارجية وديون داخلية. نعم زين. طبعا الديون الخارجية هي الديون الخطرة بالعادة. ليش خطرة؟ لأن أنت ما تمتلك الصلاحية على إعادة جدولتها وإعادة عملية حقيقة يعني تقليلها، وما ما تضمن إيرادك دائما تكون ثابتة من غير تغيير من الجانب العراقي. يعني أكو تغييرات لكن مو مثل الدين الداخلي أنت مسيطر عليه بنسبة كبيرة وتقدر تأجله، تقدر حقيقة تقلل قسطه، تقدر ترحله. فالديون الخارجية هي الديون اللي عندها دائما سبب مشاكل للدول، ونشوف دول منطقة، بعض دول منطقة يعني إفلاسها بسبب الديون، منها مصر وغيرها، عدم قدرتها على جلبة الديون. الدول الأجنبية تقول هذه فلوسي، فبالنتيجة تقول لها ما عندي، بدأت عملتها وبدأ اقتصادها ينهار. فالدين الخارجي هو دين خطر بالتأكيد، عملية السيطرة عليه هي عملية تجعل الدولة أقوى وتعطي للأجيال القادمة فسحة. هذه الفسحة شنو؟ إنه تجي إيرادات نقدر نصرفها علينا، ما نسددها ديون بالضبط، ما تروح دين مباشر استقطاع مباشر مثل ما حصل سابقا. العراق حقيقة يمتلك يعني أنواع مختلفة من الدين الخارجي والداخلي. احنا إجمالي مديونية العراق هي قرابة 150 مليار دولار، انخفضت إلى قرابة 144 مليار دولار. إذا نقسمها حتى تكون واضحة للمواطن، مليون دولار؟ مليار دولار. مليار، أوكي. عندنا 70 مليار دولار داخلي، هاي حقيقة من مصارف عراقية ومن صناديق عراقية، صندوق التقاعد وغيره، وبعضها سندات خزينة، وبعضها حقيقة للمواطن، يعني الدولة مستدامة للمواطن عن طريق سندات مطروحة للمواطن.
هاي 70 مليار دولار هي رقم كبير نوعا ما، لكن هي داخلية نقدر نجدولها، نقدر نتحكم بها، نقدر نقول مسيطر عليها. نعم بالضبط، نقدر نطفئ جزء منها بسيط يعني، لكن ليس نطفئها جميعا. قد مقدار هذا الإطفاء؟ يعني ممكن خلينا نقول 20% 15%، لأن هي من مصارف حكومية والحكومة هاي فلوسها. طيب. صح هي ملك هاي الشركات الحكومية، لكن بالنتيجة هي فلوسها. إذا اضطر الأمر نطفئ جزء، هذا إن شاء الله ما نوصل المرحلة تقدر الحكومة على السداد. عندنا حقيقة 41 مليار دولار ديون إيفولت مكروهة. هذه ليست ديون واقعية، إنما ديون على الورق. هذه ديون لبعض دول الخليج من الحرب العراقية الإيرانية. هذه الديون ماكو محكمة تحكم بسدادها، إنما مشكلتها شنو؟ مصرفي الرافدين والرشيد بالثمانينات القرن الماضي فتحت اعتمادات مستندية لأسس استيرادات أسلحة غيرها ما نعرف. هاي الاعتمادات مولتها هاي الديون. أوكي؟ هاي الاعتمادات حقيقة إلى اليوم هي دائنة على الدولة العراقية. هاي دول الخليج تطلبنا هاي الفلوس، لكن هي ديون غير واقعية ما ممكن سدادها. لكن لما يجون يحسبون مديونية العراق يحسبون هاي 41 مليار دولار. ايش نحتاج حتى نطفيها؟ هي ما نسددها، ماكو شيء اسمه سداد. نحتاج فقط على الورق. اي بس بس مشكلة الرافدين والرشيد انه بلاك ليست، من نريد نطلعهن هيكلهن. واحدة من المشاكل تواجه المصارف هاي الديون ترى. يقول لك النظام العالمي انت تفتح عنده حسابات يقول لك هاي ديون. شوف ايش قد انت مديون. بالضبط، يقول لك لازم تحل هاي المشكلة. فمن ضمن الحلول ان شاء الله القادمة الحكومة ان هي تسوي لجنة أو وفد يتفاوض مع دول الخليج على إسقاطها بأقل المبالغ. أعتقد يرضون حقيقة بنسب بسيطة جدا إسقاطها، لكن هذه لما يحسبون مديونية العراق الخارجي يحسبها صندوق النقد والبنك الدولي يحسبوها علينا، لكن هي غير واقعية. 41 مليار دولار. زين. زين قبل هاي الحكومات كلها ليش ما شكلت هذه اللجنة وطفت هذه الديون اللي إحنا ما راح ندفعها؟ هي شكلها ما قدرت. وسبب هذا الموضوع الرافدين والرشيد اليوم بلاك ليست، غير قادرة على فتح حسابات في سيتي بنك وجي بي مورغان. هذا من اهم الملفات اللي نقدر نحولها لغير بنك استاذ مصطفى. نقدر نسوي عمليه مفاوضه واطفائها. ممكن بنوك اخرى نورقها وتشتريها بنوك. نعم باسعار، نعم ممكن باسعار نقدر، لكن ويخلي يصير اكو جديه بالعمليه. ها يعني هسه احنا نفتقر فقط الى الجديه، لكن لو باشرنا يمشي الحال ان شاء الله. بهاي الشركه مال ايرنست لما تشتغل وتنفذ عملها جزء من عملها هيكليتها اسقاط هذه الديون اللي شبه معدومه. عندنا اتفاقية نادي باريس، هاي اتفاقية أبقت على العراق قرابة 23 مليار دولار، سددنا منها قرابة 18، بقى 7 إلى 8 مليار دولار. زين. كان المفروض تنتهي 23، لكن تم تأجيل الأقساط مالتها مع اتفاقية صندوق النقد. قرابة 7 إلى 8 مليار دولار باقي علينا من اتفاقية نادي باريس. على فكرة هاي الديون قبل 2003، هاي الديون خارجية ديش 41، وهاي 8 اللي بقت سددنا قرابة 25. هاي يسموها ديون قبل 2003، ديون النظام السابق احنا نسددها. زين. زين. عندنا 55 مليار دولار هاي سددت ما تنحسب مال الكويت، سددت. ايش بقى عندنا اللي هسه الحكومة قاعدة تشتغل عليه خارجي؟ ديون ما بعد 2003 الخارجيات. ايش قد يبلغ مقدارها؟ 2022 كانت 25 مليار دولار. زين. 2023 قلت الحكومة إلى مقدار العفو، لا 2022 نزلت 19، 2023 نزلوها ل 15. 15. هاي شنو؟ هاي ديون طبعا محسوبة، أغلبها ديون ليست سيادية، إنما ديون نأخذها من منظمات دولية مالية، منظمات تابعة الحكومات جايكا وغيرها تابعة الحكومة اليابانية والفرنسية. هاي الحكومات تطيق ديون مدعومة، يعني ما تأخذ نسبة فائدة جدا بسيطة. لكن شو تسوي بها هاي الديون أنت؟ تدخلها بمشاريع استثمارية مباشرة، مشروع معين تجي تموله مو من الموازنة، تجي مشروع الدولة تقترح عليك. حاليا وصلت هذه الديون اللي يتحدث عنها الحكومه قرابه ال 15 مليار دولار. الحكومه في نيتها بعض المشاريع المتلكئه صار لها 15 و14 سنه تنفذ سنوات، توقف سنوات، قرابه ال 1000 مشروع للاسف صرفنا عليهم قرابه 30 مليار دولار. وهنا السؤال، ايش قد المبلغ اللي صرفناه وما تحقق شيء على ارض الواقع؟ اعتقد قيمه هذه المشاريع 30 مليار دولار، انصرف ما لا يقل عن 18 الى 20 مليار دولار، لان احنا نتحدث عن اندثار. صرفنا ورجعنا وقفنا، اول هذا سوء تخطيط من قبل وزاره التخطيط ومن قبل بعض المحافظات. هاي الديون جزء منها من منظمات دوليه احتمال توقفها الحكومه. فينخفض الدين الخارجي ما بعد 2003 من مقدار 19 كان 22 الى مقدار 15 23، اذا الحكومه شطبت جزء من هذه المشاريع قد ينخفض الى قرابه 9 الى 10 مليار دولار. هذا يا دين خارجي بعد 2003، لكن يتحدث لي احد يقول لي هذا كل دين العراق ولا لا حبيبي. هذا جزء من دين العراق اللي هو خارجي بعد 2003، عندنا خارجي قبل 2003 تحدثنا عن ذاك بعده، وعندنا دين داخلي همين بعده. فالعراق نسبة مديونيته هم شلون يقيسوها خطرة أو مو خطرة؟
يقول لك اجمالي الدخل القومي. احنا الدخل الانفاق الحكومي وغير الحكومي بالسنه وصلت 300 تريليون دينار، يعني قرابه 210 215 مليار دولار. يقول لك نصفها اذا انت مديون نصفها انت جيد امورك، اكثر من نصفها مؤشر خطر، خطر اكثر من نصفها. احنا اذا شلنا ال 41 مليار دولار ديون المكروهه الايفولت اقل من النصف، فديوننا احنا الى الان في مرحله امنه، ويضاف عليها ان الجزء الاكبر هي داخليه، فديون العراق نوعا ما مستقره ليست بديون خطره. خلينا نحكي على الديون اللي بعد عام 2003. نعم. ليش العراق يضطر يتداين؟ شو النفط واسعاره؟ نعم. جيده، واليوم يعني او اول امس كان سعر البرميل 92 دولار، يعني جدا جيد. طيب ليش العراق يحتاج يتداين؟ نعم. هو جزء منه فقط اعتقد قرابه 2 مليار دولار كانت سياديه اخذناها 2015، الدوله دخلت بها حكومه السيد العبادي، يعني كان اكو شبه ازمه انخفاض اسعار النفط وحرب داعش، قالوا ناخذ من صندوق النقد، اعتقد كان 5 المفروض يعطينا، 1.8 وتوقفت الدوله، هاي شروط سياديه تفرض عليك صندوق النقد. فقط هذا ال 1.8 هو يعني لاسباب سياسيه، يعني اسباب بشروط صعبه. البقيه شنو ست فرح؟ الدوله عاده تداين، يعني مثلا على سبيل المنظمه جايكا اليابانيه. زين. جايكا هاي منظمة عالمية تقدم قروض لمشاريع استثمارية بنية تحتية، العالم كله قدمت له. جت قالت للعراق انا اقدم لك قرض تبني الكيبل الضوئي، هسه الان نشوفه بعدين نتحول شركات. شنو الضرر من عنده؟ انا بالنسبة لي صفر هذا المشروع، تجي منظمة تعطيني قرض ابني به، فالدولة دخلت بهذا الموضوع. منظمات عالمية طتنا في مشاريع أخرى، بالعكس الحكومات الذكية هي تاخذ قروض لكن مو قروض تصرفها رواتب وهاي، لا قروض تصرفها على مشاريع استثمارية. الحكومة الفرنسية 2023 قالت أعطيكم مليارين ونص دولار تسوون مترو بغداد، مترو مصغر طبعا، احنا مشينا بيه حط من الموازنة لكن بعدين توقف ونحل للاستثمار. فأكو حقيقة مشاريع الدول ومنظمات تعطيك قرض. سوء تخطيط لو تعمد باب من أبواب الفساد، وبصراحة لا أنا أشوفها طبيعي بالمالية، موضوع مالي طبيعي. أنا منظمات عالمية تعطيني قرض بفائدة بسيطة جدا وقرض محدد من منظمة جايكا. لكن هسه الديون الخارجية مثلا عندك صندوق النقد الدولي عليها فوائد كارثية أستاذ مصطفى. لا احنا بعد 2003 ما ماخذين من صندوق النقد بس 1.5 مليار دولار قلت في فترة داعش، البقية كلها منظمات سددنا من عنده جزء؟ نعم سددنا. ايش قد سددنا؟ اعتقد 70% سددنا من عنده. اما البقية بعد 2003 كلها اخذها من منظمات مالية تمول مشاريع بنية تحتية، لكن القوية جتنا قبل 2003 اللي هي المشكلة. أما الداخلي نعم الداخلي، يعني حتى نفهم المتلقي، اليوم الاقتصاد العراقي يعالج أزمات ما قبل 2003 بالدين الخارجي. نعم الداخلي الخارج. لا بالدين الخارجي. نعم ما عندنا اللي قلت لي هو الأصعب. أي نعم ما عندنا دين داخلي خارجي بعد 2003 صعب. بس أفهم من حضرتك القروض غير المنتجة، يعني ايش تقصد بها قروض غير منتجة؟ اكو قروض هاي اغلبها داخليه صارت. زين. الدوله تاخذ مثلا اموال، مثلا تطرح سندات، تاخذ من مصارف، تعطيها رواتب. صار عندها عجز تدفعها رواتب. هذا قرض هو حقيقه غير منتج ماليا. يعني ما اعطيت فلوس جتني فلوس. انما المفروض انا اعطيت فلوس جاني اداء. يعني فقط استهلاك. اي بس هو المفروض يجي اداء للمواطن، لكن بسبب ان احنا حقيقه يعني ماكو توجه، وان شاء الله تكون الحكومات الحاليه هذا توجه نحو تفعيل الأداء. يعني احنا الدولة العراقية تصرف 90 تريليون رواتب. ويقول المواطن ما يعني حقيقة انا بداخلي انقهر، جدا انقهر. ليش؟ احنا اذا ندفع 90 تريليون رواتب ويروح المواطن لدائرة ما يقدمون له خدمة او يبتزوه او تعال واسطات، ويكون بعد ندفع الدولة زي تدفع بعد 90 تريليون للرواتب. هو الخلل بتطبيق النظام استاذ مصطفى. اي خلل بتقييم الأداء. يعني المفروض احنا يصير عندنا آلية نقيم بها الأداء. تعرف الدولة هاي الدائرة ما تشتغل، هاي الدائرة بها رشاوي، وإن شاء الله أكو تفعيل لها كذا آلية قريبة. أربع موظفين يروح لهم مواطن واحد مقابل أربع موظفين يروح لهم مواطن واحد وكل شيء ما يقدموا له خدمة. هذا من سخرية القدر. ليش احنا أربع موظفين دول جد مكلفين الدولة؟ جد مكلفين هاي الخزينة العامة رواتب وقعدة وكهرباء؟ هسه أكو نظام إن شاء الله حيتفعل قريبا. شنو هو؟ النظام إن أنت من تراجع دائرة تدخل على بوابة أور تسجل مراجعة. زين. يجيك ثاني يوم تروح تراجع انت، هاي مو حكومه الكترونيه، يعني مو معامله الكترونيه، هذا نظام تقييم الكتروني. ثاني يوم يجيك استبيان، هاي الدائره تزوك مشوا معاملتك، ايش قد اخذ وقت؟ شنو كان اطار الروتين مالتهم؟ راح يجمع مجلس الوزراء ان شاء الله اذا فعلا النظام داتا بيس عن دوائر الدوله،
يقومون يعرفون بالضبط هاي الدائرة ما تشتغل، هاي الدائرة ما رشاوي، هاي الدائرة ما العلاقات، هاي ابتزاز، هذه غير. تعال تأطلع تأطلع كلها تقوم تمشي عادل، تمشي عادل بحق الله. أنا ضد البوليسية، أنا أؤمن بالإدارة وبالمال. مصطفى والله مو بوليسية، بس أنت شايف جيبش قلبك بالدوار. بالضبط، طيب حق الله، أنت قاعد تستلم راتب ومكلف الدولة ومكلف الخزينة، اشتغل عدل، احترم نفسك. مصطفى ما يرفع راس عليك من تحت شوية. وهذا من سخرية يعني القدر. هسه إن شاء الله من يتفعل هذا النظام إن شاء الله تكون بالعكس. أي واحد يشوفهم واقفين كلهم في خدمة المواطن، وعلى فكرة خدمة المواطن مدفوع فلوسها. ده ندفع 90 تريليون. مو مجاني، اكو دول عالم منهار اقتصادها، يطول رواتب حقيقه ما تسوى. احنا بدنا ندفع 90 تريليون يا جماعه، هسه اكو بعض الفئات رواتبها لكن مو الكل. بدنا نتحدث عن دوائر رواتبهم عاليه وما يشتغلون. هذا حقيقه ما يستحق الشعب العراقي. ما تستحق حتى الحكومه من تدفع 90 تريليون، يعني المفروض تتحصل اداء. طبعا بكل تاكيد احنا ما نهاجم كل الموظفين، بعض الموظفين لانه اكو موظفين اكفاء وجيدين في عملهم. بالتاكيد. اليوم هل لا زال شبح ما ننطي رواتب للحكومه وما تنطي رواتب للموظفين قائم حتى هذه اللحظه؟ لو العراق تجاوز هذه المرحله. العراق فيه بحبوحه ماليه ممتازه. اسعار النفط حقيقه جيده، لدينا ايرادات ممتازه. نعم. الرواتب يعني ما اعتقد اكو مشكله بالرواتب، العراق الان دي يفكر بابعد من الرواتب. دي يفكر بتنويع ايراده، احنا كاقتصاديين نشوف ان اعداد الشعب العراقي بتزايد. للاسف بعد 2003 ما جانا غير اقتصاد واحد، امريكا جابت اقتصاد النفط، وهي هم النفط اللي تجي حق ايامها مو عباس تعطينا اياها. احنا بحاجه لاقتصاديات اخرى. ممكن نفعل ميناء الفاو، ممكن طريق التنميه، ممكن نفعل الترانزيت الجوي، ممكن نعيد الاستثمار بالخطوط الجويه، ممكن حقيقه نفعل اقتصاد داخلي، زراعه، صناعه، سياحه، كلها موارد الله اعطاها للعراق. فهاي الموارد اذا فعلناها حقيقه احنا مو بدنا نتحدث عن هسه راتب هسه. نتحدث عن رواتب قادمة، عن سنوات قابلة. فأعتقد العراق الآن في مرحلة إيجاد اقتصاد جديد ويجب أن ينجح، ولا مستقبلا سيكون من الصعب اعتماد على النفط. اثنين، نحن في حالة إيجاد علاقات دولية اقتصادية. نحن علاقاتنا الاقتصادية الدولية واللي شهدها النظام المصرفي أخافنا بالتأكيد. احنا من ليش أستاذ مصطفى؟ شو فرح لما أمريكا اللي هي اللي تمثل الاقتصاد العالمي خصوصا بالشرق الأوسط وقف لك 31 مصرف من دون حقيقة مبررات، ما عدا مصرفين الأوفاك نزلت عليهم غسيلة والبقية بدون مبررات. هذا الموضوع القطاع المصرفي، وخلي يفهمها الشعب العراقي، القطاع المصرفي في أي دولة لما يتوقف عجلة الاقتصاد تتوقف، تجيك مصارف أجنبية فيما بعد تقول لك أنا أشتغل لك وأحول لك، لكن ماكو تحكي، هي تشتغل لدولها، تقوم أنت ما تقدر تحول فلوس، ما تقدر تتاجر، ما تشتغل إلا تحجي موافقات من دولها. وهذا مو نظام انا اقوله، خلي يراجعون نظام الهند. الهند اللي هي اكبر اقتصاديات العالم لما كانت مسيطره عليها احسن مصارف الانجليزيه، كانت ما تقدر تشتغل الى ان تحررت وصارت نظام مصرفي. فكنا نشوف خطر، ان شاء الله بهاي الزياره رئيس الوزراء يزال هذا الخطر وتعود عمل النظام المصرفي. استاذ مصطفى باقل من دقيقه لو سمحت، تتوقع هذه الاجراءات ستجلب المستثمر؟ احنا بالنسبه لي اعتقد ان العراق لمرحله 10 سنوات قادمه يجب ان نركز على المستثمر المحلي. المستثمر الاجنبي باوع على المحلي، ما اتحدث عن مستثمر عنده علاقات دوليه ويقدر يصل الى اصحاب القرار وياخذ موافقات، اتحدث عن مستثمر اجنبي طبيعي عندك كابيتال بس راس المال. هذا ما يجي الا يشوف المستثمر المحلي حصل اجازه، حصل تمويل، وحصل حمايه منتج بيصرف، هذا يجي بدون علاقات. بالضبط. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، نورتنا في حلقه اليوم، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. الموجز الخبري هو ختام حصادنا يلخص أبرز أخبار اليوم. السودان يبدأ زيارته إلى واشنطن ويؤكد أنها تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات الثنائية ووضع المنطقة. وزير الصحة يعلن إتمام الاستعدادات لإطلاق حملة للتطعيم ضد مرض الحصبة ويدعو الأهالي للتعاون مع فرق التلقيح. النزاهة تنفذ عمليات ضبط لموظفين متلبسين بالرشوة وحالات هدر للمال العام في عدد من دوائر ذيقة. فريق الإعلام الحكومي يعلن تحويل 5 ملايين وثيقة الصحة الصدور من ورقية إلى إلكترونية وتقديم 718 خدمة عبر بوابة أور. وأخيرا وزارة النقل تكشف عن خطط جديدة لتفعيل مشروعي التاكسي النهري في بغداد والمحافظات.
الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.